السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا وين ما كنت، والله يحييكم في هذا اليوم من أيام مهرجان التراث والثقافة الوطني في المملكة العربية السعودية، مهرجان رؤية وتراث لأجيال تعاقبها أجيال. الله يحييكم مشاهدينا الكرام، أنا ناصر حبتر أحييكم بهذه التغطية الحية والمباشرة التي استمرينا معكم فيها يوميا منذ أول أيام العائلات، منذ الاثنين الماضي الأيام تمشي وهرولة سريعة. أتواجد اليوم مع فريق عملنا، فريق عمل الإخبارية في بيت مكة المكرمة، هذا البيت اللي شهد ويشهد في هذه اللحظات إقبالا واسعا ومنقطع النظير. مشاهدينا الكرام، منذ أن تخرج من بيتكم بعد صلاة جمعة هذا اليوم الطرق المؤدية إلى الجنادرية مغلقة بكل المحاور، البوابات من البوابة رقم 1 وحتى البوابة رقم 6 تشهد تدفق كبير. يتوقع بحسب القائمين على مهرجان الجنادرية بأن الرقم سيرتفع في هذا اليوم إلى حوالي 800 ألف زائر سيتوزعون بين جنبات هذا المهرجان الكبير. نذكر مشاهدينا الكرام بأن مسابقتنا، وأبارك للي فازوا معنا الأيام الماضية الجوائز اليومية الثلاثة، الآيفون إكس المقدمة من الحرس الوطني، نذكر بأن سؤال هذا اليوم عن شهداء الواجب، لأننا نؤمن بأنهم منا ونحن منهم ولا نحيد عنهم ولا ننساهم، لذلك وجدنا أنه من الواجب أن نتذكرهم في يوم مثل هذا اليوم، وخاصة في يوم الجمعة وفي هذا العصر الذي نقول فيه اللهم سدد رمي جنودنا على الثغور، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم ارفع عن المصابين. من هو أول شهيد في عاصفة الحزم؟ من هو أول شهيد في عاصفة الحزم؟ هو سؤالنا لهذا اليوم. إذا تريد أن تشارك، كل ما عليك مشاهدي الكريم بأن تتوجه إلى هاشتاج الذي أطلقته قناة الإخبارية، شارك الإخبارية في الجنادرية، الإجابة والاسم والنكنيم للصفحة، وبإذن الله تكون معنا والسحب بعد هذه الحلقة إن شاء الله عبر سنابات الحرس الوطني والإخبارية. بنروح لزميلنا طلال الأزهري في مكان آخر من جناح مكة، خلينا نشوف طلال وش عنده ولنا عودة. مرحبا بكم مشاهدي الإخبارية، رحب فيك زميلي ناصر وبمشاهدي الإخبارية، وأنت سويت لهم تنشيط بالسؤال هذا راح تشغلهم عنا الحين، لكن إحنا الآن سبحان الله يعني رغم الرياح الشديدة اليوم شوي، لكن الجنادرية ما شاء الله تبارك الله مكتظة بالزوار. الآن إحنا في بيت مكة عند بعض الحرفيين، راح ناخذ يعني نقدر عليه كم واحد منهم ونشوف إيش عندهم. تعالوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. أرحب فيك في قناة الإخبارية، تعرفني بنفسك. مرحبا حياك الله، الاسم محمد علي، المهنة سمكري نحاس. ما شاء الله. المهنة هذه تتمثل في تلميع النحاس هذا. النحاسيات بكل أشكالها. كل أنواعها والفضيات. نعم. والفضيات كمان نلمعها. أما بالنسبة لمفهوم سمكري النحاس فهي وظيفته تلميع الدلال وربها من جوا، وتعديل القدور الكبيرة وربها برضو كمان، وتلحيمها إذا في شيء مكسور منها، هذه صنعته. جميل، كم لك في المهنة هذه؟ هذه المهنة ورثتها عن أب، عن أب وعن جد، يعني ورثة وراثة كثير، بس هي وراثة من جيل لجيل. ما شاء الله. أيوة. لكن الآن مع تغير الوقت يمكن الناس تركت هذه الأواني واستبدلوا بالشيء الصناعي الجديد، ما قلوا الزباين عندك؟ صحيح، قل الطلب، ودحين حتى كمان يعني أي زبون يبغى أي شيء بالتلفون، يعني يتصل علينا بالتلفون يقول أنا عندي دلة نبغى ربي، إحنا نجي نربها له، لكن أما الإقبال ضعيف. دحين جات الصناعة الجديدة هذه ضغط على القديمة دي. أتمنى لك كل التوفيق، شكرا لك. الله يا حبيبي. طيب شباب، الحين ننتقل إلى أحد الحرفيين في نفس بيت مكة ونتعرف عليه. أرحب فيك يا عم. يا هلا، رزق الله عبد الرحمن الربيعي، معلم بناء الحجر التراثي. ما شاء الله، ال ترتيب الحجر بالشكل هذا كيف يكون؟ أعطينا فكرة عن الترتيب. هذا طال عمرك مع كثر الممارسة. وانا يعني كنت وانا صغير عمري اشتغل في الحرفه هذه،
فترتيبه ما هو صعب، انما اللي يفكر يعرف كيف يحط الحجر وين يحط الحجر، كل حجر يعني معروف محله، والحجر الكبير ننقص منه بهذا الشاكوش، واللي كبير واللي صغير نلقى له محل نحطه، فهذا لازم له ارتباط نربطه ببعض، هذه الاربع الجدران لازم نربطها مع بعض عشان لا تطيح، لانها بدون مونه نبنيها بدون سمنت. ما شاء الله ثابته، حتى لو بدون سمنت بس ثابته لانه ترتيبها سليم. نعم، لان ترتيبها سليم ومشبوكه في بعضها، الى الان عندنا قرى لها مئات السنين وهي ما زالت، انما يغير بعض يعني عوامل الطبيعه فيها شيء، لكن الى الان ثابته القرى هذه. الله يعطيك العافيه، نتمنى لك كل التوفيق يعني. يا حبيبي شكرا يا اهل. عشان ما اطول عليكم ارجع لزميلي ناصر، اليك الصوره والكلمه. حياكم الله. شكرا طلال الازهري، اجواء رائعه، الناس يمكن جناح مكه المكرمه واللي يضم بيت جده وبيت الطائف ومكه المستقبل، هيئه تطوير منطقه مكه، ويضم في جنباته الكثير مما تريد ان تعرفه عن البيئه الحجازيه، يعني ناس كثير حقيقه، هذا من اهم وجهاتهم في الجنادريه. العم كان قاعد على اليمين، يوم شافني قال لا تنسانا، قلت انساك تعال احنا ما جينا لعشانكم. اهلا وسهلا. يا هلا مرحبا. نل تتكلم؟ اكلم العائله. بتقول لهم انك على الهواء؟ لا. كيف الجنادريه معك؟ ما اعتاز. طالع بالكاميرا ما اعتاز 100%. مبسوط؟ مبسوط. وش الاجنحه اللي رحتها؟ والله رحت جناح عسير، جناح مكه المدينه، جناح الهند. ايش اللي عجبك؟ وش اللي تغير عليك اذا كنت جيت من سنين وجيت اليوم؟ والله متغير كثير واجد. للأفضل؟ للأفضل. تشعر أن الجنادرية أصبحت جزء من تراثنا، من بيئتنا، من يعني عامنا اللي نقتطعه كل سنة، أنه لابد تكون معانا جنادرية؟ نعم، ودي أنها تكون أكثر من 3 أسابيع. الآن أول مرة يطبقون 3 أسابيع، هذه حاجة حلوة. على الأقل شهر. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. كلمة ثانية؟ في كلمة شكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. يستاهلون. والله يحفظهم جميعاً. الله يحفظ حكومتنا الرشيدة بكل فخر واعتزاز. آمين. أنا ما حبيت أخليها في خاطرك، قلت شاركنا وشاركتنا. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا هلا. مشاهدي الكريم، إذا دخلت إلى جناح مكة المكرمة لابد أن تمر بالجسيس. عبد الله جيمي هو جسيس من ابناء الحجاز، اليوم بيشاركنا وبيقول لنا اشياء. اول شيء الله يحييك عبد الله. الله يسعدكم، يا مرحبا بالاخباريه، واهلا وسهلا بكم اجمعين. الله يسلمك. بس دقيقه عشان الاخوان، احنا نبغى المكان اللي وراكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه، تفضل لو سمحت. اي حبيبي. طيب اقول طبعا في هذا اليوم، اولا ما شاء الله تبارك الله، شكرا لقناه الاخباريه على هذه الاستضافه الجميله، وبعدا من صلوا على النبي وقولوا لا اله الا الله، ونقول جيتك يا الديار السعودية بالطيب والجود، يطهر بلد في الأرض وفي الكون، دمت دائما يا الديار السعودية في ظل ملكنا سلمان، هو قائدنا ثم الصلاة على النبي تخصه، وتعم بالخيرات من وافانا. صلوا عليه. حياكم الله. عبد الله، انقل لمحمد العتيبي. أي. عند العمدة. طيب نروح على طول، نروح عند العمدة. يلا العمدة، العمدة ما بين الا اروى اليوم. ما شاء الله هو قايدنا برضه، نتجه. يلا يعطيك العافية. الله يكرمك. شاكر. اهلا وسهلا بكم، اسعد الله ومساكم بكل خير. الاقوال المأثورة في مكة المكرمة وبالمركاز بشكل خاص، سلام بشكة على مركزكم هلة نوارة، غطى على الكهرباء والغاز، من فين مشبوك تيارة؟ أنا هنا في مركز الحارة مع وجهاء الحارة ومع ممثل عمد مكة المكرمة، العم محمد عبد الباقي. محمد، عمنا محمد، كيف تشوف مشاركتك في الجنادرية هذا العام؟
الله يحييك يا أستاذ محمد. حقيقة أنا سعيد بوجود الإخبارية، طبعا هذا مو غريب على الإخبارية، أنا بتظهر كل سنة بتجي وتظهر أشياء جميلة للمشاهد الكريم، فحياك الله. الله يحييك عمنا محمد. بخصوص العمدة، وش العمدة؟ طبعا العمدة هنا الشباب بيفتكروا أن العمدة هذا وراثة وراثية، العمدة ما هي وراثية، العمدة اختيارية من أهل الحي اللي هو ساكن فيه، يرشحونه يعني. نعم، أهل الحي هم يقوموا بترشيح العمدة. دور العمدة في الحارة؟ دور العمدة طبعا سبق أني أنا قلت أن دور العمدة هو حل مشاكل الحارة، طبعا مساعدة الأرامل، مساعدة المحتاجين في الحارة، وهو لأنه هو أدرى بجميع البيوت اللي في الحارة، حتى العمدة يعرف إيش عند فلان من أولاد من بنات عنده هذه الخبرة، فهو يقوم على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم، وهو الوصل بين الشرطة وبين أهل الحي. طيب لو نتكلم عن الزي، زي العمدة. نعم. هل هو بالعمامة بهالشكل يعني وليش؟ نعم نعم، هذا يعني زي العمدة في العارة هذا الشكل اللي هو السديري، طبعا ما في ناس ما بيعرفوا اللي هو السديري هذا، والبكشة والعمامة والساعة والمطرق حق العمدة، فهذا يعني اول ما نشأت العمودية في مكه بهذا الحي من 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 يعني من قديم الزمان، وهذا زي العمدة في حارة خصوصا في مكة المكرمة. طيب العمدة وفي جدة. العمدة محمد عبد الباقي، يعني اعداد العمد في في مكة المكرمة، في منطقة مكة المكرمة. نعم. هل لها اعداد محصورة او كذا كل واحد يرشح من عنده وصل؟ لا، في عندنا حوائر في مكة، كل حارة لها عمدة، يعني كان بعدد لك الحوائر، عندنا العتيبية، عندنا شعب علي، عندنا شعب عامر، عندنا المدعى، عندنا الفلق، عندنا الشامية، القرارة، يعني احنا بناخذ من وقت فكان كل حارة مسؤول عنها عمدة، وطبعا اي عمدة يبغى حارة تكون هي الافضل والاوجه. طيب نطلع برا موضوع العمد. طيب والعمدة نطلع نبغى الاكلات، بما ان حولنا مطاعم ما شاء الله. طبعا وش الاكلات يعني الاكلات المشهورة في مكة؟ الاكلات المشهورة في مكة طبعا ما يخفيكم ولا يخفي المشاهد الكريم، طبعا اكلة الفول هذه الأساس، الفول عندنا في أيام الأعياد، الزلابية، الجيمات، اللنقطة، المقلية، المشبك، حلويات أبو نار، أشياء كثيرة ما شاء الله، المقادم، المقلقل. نعم جميل، الله يعطيك العافية حبيبي. أنا 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 جعت، بطلع فاصل وبروح باكل. إليك زميلي ناصر. يعطيك العافية محمد، ومشكور العمدة على هالأشياء اللي سمعناها واستفدنا منها فعلا. يعني يمكن أيامنا هذه العمدة خف دوره عن زمان، العمدة زمان كان هو اللي قائم بالحي ويعرف أهل الحي ويعرف كل التفاصيل، لكن مع ثورة المعلومات الجديدة ومع يعني التقدم خف دور العمدة، ويمكن نتمنى إلى عودته. عم ثاني غير اللي قبله شوي قال يا أخي نبغى تسوون معنا لقاء، قلنا إحنا جايين عشانكم أصلاً. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بكل خير. يا مرحبا يا عم. الله يسلمك. عرفني بنفسك، طعمرك. محمد عثمان قطان. يا هلا وسهلا، يا مرحبا، نورت وشرفت قناة الإخبارية. الله يكرمك دارك. الله يسلمك. اليوم شايفك قاعد قبل شوي في المركز وسرحان وتفكر، في إيش تفكر؟ أول مرة أشوف أنا الحاجات هذه. لا. إيش اللي أول ما دخلت الجنادرية لفت انتباهك؟ كل شيء، كل حاجة حلوة. تشعر فعلا بأنه في شيء من زمان؟ نعم نعم، كثير 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 من جد. لامست فيك ذكريات هذه الأشياء؟ أكيد الذكريات كثيرة. الله يسلمك. حاب توجه رسالة أو تقول شيء لأحد؟ المجال مفتوح، الإخبارية تتيح لكم المجال. الله يسلمك، سلامي إلى ولدي استاهل عثمان قطان في الجبيل، الله وكل من يعز علينا. أبشر.
وصل سلامك. واحنا كذلك نسلم عليك ونقول لك شكرا على هذا اللقاء الجميل اللي استمتعنا فيه معك. وقبل ما اروح لزميلي طلال في مكان اخر من هذا الجناح، اذكر بسؤالنا لهذا اليوم، لان بعد اقل من 5 دقائق راح نوقف استقبال تويتر. من هو اول شهيد في عاصفة الحزم؟ رحم الله شهداءنا سواء كانوا في حدودنا او في داخل الوطن، وسدد الله رمي كل من يدافع عن أرض هذه البلاد، بلاد التوحيد. طلال، كلمة لك في مكان آخر. تذكروا مشاهدينا بأنكم تتابعون قناة الإخبارية. يا هلا فيكم مرة ثانية. شكراً زميلي ناصر. الجناح مكة ما شاء الله تبارك الله زحام شديد، الظاهر انه الاكلات الحلوة دائما تجذبهم. معايا انا وانا اتجول في بيت مكة لقيت عمنا ابو فيصل، وهو طبعا ما عنده محل لكن ما شاء الله طباخ ماهر، وكان يشتغل في مكة في يعني كمهنة طباخ. نبي نتقابل معاه ونشوف ايش الاكلات الحلوة في مكة المشهورة زمان والان. حياك الله، رحب فيك. مرحبا، حياك الله، اهلا وسهلا فيك. شرفتونا وشرفتوا منطقة مكة المكرمة، بالذات بيت مكة. وانتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، يعني الاكلات اشكال ولعب منه، اللي يسوي البليلة والكباب الميرو والسمبوسة، وفي مطبخ المعلم ابو عمر، وفي ما شاء الله تبارك الله كثير. انا طباخ في مكة. جميل، انا ابغاك تعطينا الطبخات المميزة، نفس اهل مكة. والله احنا طبخاتنا يعني زمان، احنا ناس طباخين طبخ شعبي، يعني نطبخ الرز الكابلي، البرياني، زربيان، عندك سليق المديني، العربي، السمبوسة، الطرمبة، الجبنية. ايوه ما شاء الله تبارك الله. انت خرجت ابنا من الطبخات الدسم، رحت على الحلا. قبل ما نروح الحلا خلينا في الطبخات الحلوة هذه. ايه ال 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 الكابلي هو اللي اشتهر كثير في مكة. هو الكابلي ما شاء الله تبارك الله مشهور، يعني خاصة في الزواجات. نعم. في المناسبات الصغيرة والكبيرة، في خاصة في يعني اشكشف الجوازات. يا الكابلي مكوناته كذا ببساطة والله. الكابلي احنا عبارة عن اللحم والرز والبهارات واللبن. واللبن طبعا فيها خلطات سريه احنا ما نقدر نقول، في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفها. السر ما نبغاه، ما بروح ما بنسرق عليك الزباين ترى. مو كذا كل واحد يقدر يسكاب. لا ما شاء الله، لكن النفس في الاخير هو النفس. والله النفس والحمد لله، خاصه حقون الطباخين القدماء حقون مكه، اهل مكه الاولانيين الله يرحمهم اللي راحوا عاشروه، منهم الوالد الله يرحمه فيصل، ومنهم الابيض، ومنهم ابو ريحان، ومنهم العباس عشي، ومنهم يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. لكن السليق في الطائف ولا عندكم في مكة؟ نعم، السليق في الطائف ولا عندكم؟ والله عندنا سليق ما شاء الله، ولا الطائف مشهور بسليقهم الطائفي. احنا سليقنا مهجمية، هذا سليق الطائفي اللي هو عبارة عن مرقة وهذا بدون سمن، بدون ذاك. احنا عليه سمن بري، وفي اهل مكه اهل البيوت ستات يسووه بالقشطه، يسووه بالحليب، لكن احنا عندنا بالسمن البري بالحليب. زمان كان الحليب البقري الطازه، ودحين جات المعلبات وجات القشطه نسويه. لكن ما شاء الله عندنا السليق من اروع ما يكون ترى. انا والله حتى هنا في الرياض والله ما شاء الله تبارك الله يطلبوني واروح اسوي لهم في الاستراحات. ما شاء الله والله الكم اليوم انا جالس هذا، والله كل واحد في الاستراحه اروح اسوي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عندنا. الله يعطيك الصحه والعافيه. الآن لك في الجنادرية تجي كم لك سنة؟ والله أنا كل سنة، لا دحين غبت عن الجنادرية يمكن 3 سنين أو 4 سنين. صرت متجول يعني؟ متجول، قبل كذا كنت مشارك. كنت مشارك آخر مشاركة لي 2012. بعد كذا صرت متجول، انقطعت عن الجنادرية 3 سنين ما جيتها. فاليوم جيت أنا الحمد لله، جبت عيالي معايا وجيت نوريهم، وحتى أحفادي ما شاء الله بتمشوا هناك، بوريهم التراث. ودحين راحوا يعني تدربهم على الطبخ.
الطبخ ما شاء الله عيالي ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج طباخين محترفين في الحج ما شاء الله تبارك يقولوا هو مثل مكاوي ولا ايش ابن الوز عوام ولد الوز عوام ايوه ما شاء الله تبارك الله في الحج لما نجي نشتغل مثلا مؤسسات حجاج الداخل ولا حجاج مؤسسات حجاج دول اسيا جنوب شرق اسيا او مثلا معهد خادم الحرمين ابحاث الحج نمسك عاشتهم ايه في الحج دوائر حكوميه نمسك مع عاشتهم ما شاء الله عيالي كل واحد جلسوا في موقع ايوه واشكل شيء انا احب اشغل العيال يعني اللي بيدرسوا في المدارس في الجامعات ايه يقبلوا واشغلهم اشكل شيء شغل عيال سعوديين ما شاء الله يعني الاجانب شيء بسيط يعني اذا ما حصلنا الشباب لكن في الزمن هذا صاروا الشباب يقبلوا على الصنعه يقبلوا على اي صنعه مو بس صنعه الطباخه على اي صنعه في الحج والله يقبلوا عليه شبابنا في خير والله في خير والله بيقبلوا على اي شيء حتى لما يكون في يوم خميس يوم جمعه عندنا فرح في قصر افراح ولا شيء نجي نستخدمهم ما يقصروا والله شكرا لزميلي طلال شكرا لزميلي محمد العتيبي على هذه التغطية شكرا لزملائي كافة فريق العمل في الإخبارية اللي تنقلوا معنا يوميا وبإذن الله بكرة الساعة 4:30 عصرا بنكون في مكان آخر في الجنادرية نذكر بإجابة سؤالنا لهذا اليوم واللي بيكون فيه 3 فائزين كل فائز يحصل على جوال آيفون إكس مقدم من الحرس الوطني من هو أول شهيد في عاصفة الحزم هو العريف سليمان المالكي رحمه الله ورحم شهدائنا في المملكة العربية السعودية اللي ما ننساهم ولا ننساهم أبدا كان الشهيد بعد وفاته رزق بمولود أطلق عليه اسم عبد الرحمن بعيدا عن الجوائز حقت اليوم وبشيء بسيط نقدم لعبد الرحمن جوال آيفون إكس مقدم منا وهذا شيء بسيط لن يوفي رجالنا الأوفياء على الحدود مهما قدمنا إذا مشاهدينا الكرام السحب إن شاء الله بعد نهاية الحلقة مباشرة عبر سناب الحرس الوطني والإخبارية وعبر هاشتاغ شارك الإخبارية في الجنادرية هذا ناصر حبتر يودعكم في أمان الله